بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا بيكم. شفنا في الفيديو اللي فات ازاي نكونفيجر ال SSL decryption، وشفنا بعد ما طبقنا البوليسي الخاصه بال decryption policy لقينا ان اليوزر مش قادر ياكسس ال HTTPS websites. خلينا في الفيديو دوت نشوف ليه حصل كده وازاي نحل المشكله دي. خلينا الاول نروح على client 2 ونشوف كلاينت 2 لما بيجي اكسس الويب سايتس ال HTTPS زي جوجل مثلا، طبعا بغض النظر عن ان احنا مطبقناش الديكريبشن بولسي على كلاينت 2، ولكن ليه لما بيدخل على للكلاينت او حتى انت لما بتدخل في البيت على اي ويب سايت HTTPS زي جوجل او يوتيوب او فيسبوك ما بيظهرلكش وورنينج؟ لو جينا دخلنا على وبصينا على السيرتيفيكت هتلاقي ان السيرتيفيكت issued by Google Internet Authority، تمام؟ طيب هل انا بترست السيرتيفيكت اللي جايه من جوجل؟ طب ليه؟ لو جينا بصينا على السيرتيفيكت باس هتلاقي ان السيرتيفيكت ديت الروت سيرتيفيكت بتاعها هو Global Sign Root CA. طيب مين اللي بيقول ان انا اترست السيرتيفيكت اللي معمول لها جنريت عن طريق جوجل؟ لو رحنا عن ال MMC، تمام، هتلاقي عندك هنا ودخلنا على سيرتيفيكت هتلاقي عندك لستة من السيرتيفيكت او تراستد سيرتيفيكت. زي ما دخلنا هنا زي ما شفنا في اللستة ديت قلنا ان البالو التو بيتراست مجموعة من البابليك سي اي، تمام، وبيتراست السيرتيفيكت اللي بيجنريت اللي بيتعمل لها جنريت او ساين عن طريق البابليك سيرتيفيكت ديت. نفس القصه الويندوز او اي اوبريتنج سيستم هتلاقي ان هو بيتراست مجموعه من السيرتيفيكت البابليك سيرتيفيكت. لو جيت هنا عند التراست روت سيرتيفيكت هتلاقي لسته كبيره مايكروسوفت بتعمل تراست للسيرتيفيكت ديت او بتتراست الروت سي اي ديت، تمام. لو جينا بصينا هنا هتلاقي ان احنا عندنا الجلوبال ساين روت سي اي اللي هي الخاصه بجوجل، وبالتالي نتيجه ان الروت سي اي ده موجود في التراستد الخاص بالويندوز فاحنا بنتراست جوجل دوت كوم او اي ويب سايت خاص بجوجل، وبالتالي ما بيظهرلناش وورنينج لما بنيجي ناكسس اي ويب سايت HTTPS. طيب انا دلوقتي في الكيس بتاعتنا، تمام، اليوزر بيأكسس او بيستخدم السيرتيفيكت بتاع بالو التو. طيب هو يعرف ايه اصلا بالو التو دوت؟ يعرف السيرتيفيكت بتاع بالو التو؟ ما يعرفش، تمام، وبالتالي هو مش بيتراست السيرتيفيكت ديت ومش بيتراست الروت سي اي ديت. فلازم اقول له او احط السيرتيفيكت بتاع البالو التو في السيرتيفيكت تراستد روت سي اي في الويندوز عشان خاطر ما يصليش الورنينج ده. هعمل الكلام ده ازاي؟ هروح على البالو التو وهاجي عند السيرتيفيكت بتاعتي وهقول له اكسبورت، تمام، وهقول له سيف وهسيفها عندي، تمام، وهاجي اخدها كوبي وهروح عند الكلاينت، تمام، وهاجي هنا هفتح السيرتيفيكت وهاجي عند التراستد سيرتيفيكت وهقول له امبورت. نيكست فينش. كده الكلاين ده بيتراست السيرتيفيكت ديت او بيتراست السيرتيفيكت اللي جايه عن طريق بالو التو زي ما احنا شايفين هنا اهو، وبالتالي لو جه دخل على اي ويب سايت HTTPS مش هيظهر الورنينج دوت. لو جينا عملنا هنا، تمام، هتلاقي انه فتح عادي. ولو جيت دوست F12 عشان تشوف السيرتيفيكت هتلاقي ان السيرتيفيكت issued by Palo Alto Trusted CA، وهتلاقي ان الستاتس اوكي. ليه؟ لان هو الويندوز او الاوبريتنج سيستم بيتراست السيرتيفيكت ديت والابلكيشن او الويب براوزر دوت بيتراست السيرتيفيكت ديت، فبالتالي ما حصلش اي ايرور واشتغل عادي. طبعا انت ممكن تضيف السيرتيفيكت بالطريقه ديت او لو انت دوست دبل كليك على السيرتيفيكت وقلت له انستول
نفس القصة برضو، ممكن تروح ايه عامل لها امبورت وحاططها في تراستد تو سي اي. طيب انا دلوقتي لو عندي 10,000 جهاز، مش معقول هعملها بالطريقة دي وارفع على جهاز 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 عشان خاطر انزل السيرتيفيكت، وبالتالي هضطر ان انا استخدم الدومين بتاعي واعمل بوش للسيرتيفيكت ديت. هنعمل الكلام ده ازاي؟ هتروح على الجروب بوليسي، وهتروح مكاليه بوليسي تسميها بالو التو سيرتيفيكت، وهتقول له ايديت، وهتيجي عند الكمبيوتر كونفيجريشن بوليسيز ويندوز سيتنج، تمام، سكيورتي سيتنج، وهتلاقي هنا تحت في ثانية واحدة، لا مش اي دي ار اس، سوري، اوكي public key policies، تمام. وهتيجي عند trusted root certificate وتقول له import وتقول له next، تختار السيرتيفيكت بتاعتك، تقول له next next finish، ثانية واحدة كده. انت هتعمل بوش للسيرتيفيكت دي على كل الاجهزة اللي عندك في الدومين، بحيث انه ما يظهرش warning لليوزر لما يجي يدخل على اي ويب سايت HTTPS، وبدل ما تقعد تلف على الاجهزة وتعمل لهم انستول واحد واحد. وأطول كده ليه؟ تمام، successful، وهنروح عند client 2. هنا طبعا client 2 ما يعرفش لسه البالو التو، هنيجي نقول له gbupdate/false، عشان خاطر بس نفورس البوليسي. تمام، اهو نفس القصة اهو، نزل البالو التو سيرتيفيكت في تراستد سي اي. وكده تقدر تطبق بوليسي على اليوزر الخاص ب كلاينت 2 او اي يوزر عندك جوه الدومين. ده بالنسبة لجزئية التراستد روت سي اي او الفورورد تراستد سيرتيفيكت اوثورتي. هنشوف الفيديو اللي جاي ده ان شاء الله على النقطة بتاعة الان تراستد سيرتيفيكت اوثورتي اللي احنا اتكلمنا عليها، وقلت لكم هوريها لكم الاوبشن دوت فايدته ايه او هنستخدمه في ايه. اتمنى تكونوا استفدتوا من الفيديو ده، واشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد.